السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحصة الثانية من درسنا الرابع الذي هو بعنوان وظف التناسب في حساب النسبة المئوي. حصة اليوم سنخصصها لإجراء بعض التدريبات مأخوذة من كتبكم، بالتالي افتحوا الكتب صفحة 94. سنبدأ بالتمرين رقم 3. أحاول كتابة الأعداد الكسرية التالية في صورة أعداد كسرية مقاماتها 100، ثم في شكل نسب مئوية كلما كان ذلك ممكنا. كما تعودنا وفي كل تمرين عليكم أن تقوموا بهذا، نبدأ سويا باستعراض الحالة الأولى من الوضعية، ثم أنتم تنجزون بقية الوضعية دون أو قبل أن تشاهدوا بقية الفيديو. يعني في كل مرة اكتفوا بمشاهدة المثال الأول، أوقفوا بث الفيديو ثم قوموا بمحاولاتكم، وبعد استكمال هذه المحاولات بإمكانكم متابعة المشاهدة. نبدأ بالحالة الأولى. 3/4، 3/4 ضربنا حديه في 25، 3 في 25 يساوي 75، 4 في 25 يساوي 100، إذن يساوي 75 على 100، وبالتالي يساوي 75%. وبالطبيعة كي نقول 75% هي نسبة مئوية، والنسبة المئوية هي عبارة عن عدد كسري مقامه 100. كان بإمكاننا أن نجدها بطريقة أخرى، ولن نعيد هذا في كل مرة، سأشير إلى هذا في هذه المرة، وأنتم بإمكانكم أن تقوم بهذا العمل. كان بإمكاننا أن نقسم 3 على 4، لو قسمنا 3 على 4 سنحصل على 0.75. 0.75 لو حولناه إلى كتابة كسرية هو 75 على 100، وبالتالي 75%. يلا أنجزوا بقية المحاولات ثم واصلوا المشاهدة بعد ذلك، يعني أوقف البث الآن تفضل لنصلح. العدد الكسر الثاني 11 على 10 يساوي 110 على 100، ضربنا الحدين في 10 يساوي 110%. الثالث 19 على 20 يساوي 95 على 100 يساوي 95%، ضربنا الحدين في 5. الوضعية الثالثة، العدد الكسري الرابع 5/3، هذه الكتابة لا يمكن أن تكون في صورة مقامها 100، لأن 100 لا يضاعف 3. تعرفون أن مضاعفات 3 تجمع في أرقامها إما 3 أو 6 أو 9، وبالتالي 100 لو جمعنا أرقامها 0 مع 0 مع 1 يساوي 1، وبالتالي العدد 100 لا يضاعف 3. وهذا يعني أننا لا يمكن أن نكتب 5/3 في صورة نسبة مئوية أو في صورة كسرية مقامها 100. ولو جربنا قسمة 5/3 سنجد أنها تساوي 2.6666، بمعنى أنها قسمة غير مستوفاة. هذا يؤكد أنه لا يمكن أن نكتبها في صورة عدد كسري مقامه 100، يعني صورة كسرية 20. 21 على 75، اختزلنا أولا على 3 يساوي 7 على 25، ثم ضربنا الحدين في 4 يساوي 28 على 100 يساوي 28%. 9 على 15 اختزلناها على 3 يساوي 3 أخماس، ثم ضربنا الحدين الجديدين في 20 يساوي 60 على 100 يساوي 60%. أخيرا 50 على 40، اختزلنا الحدين أو العدد الكسري على 2 يساوي 25 على 20، ثم ضربنا الحدين الجديدين في 5 فتحصلنا على 125 على 100، يعني 125%. ومرة أخرى نقول بإمكاني أن أقسم البسط على المقام، سأجد الكتابة العشرية ثم أحولها إلى كتابة كسرية عشرية مقامها 100، ثم أحولها بعد ذلك إلى نسبة مئوية. نمر الآن للتمرين رقم 4 من نفس صفحة 94. تسلم الأطفال المذكورون مقادير مالية أبقوا جانبا منها وادخروا عفوا أنفقوا جانبا منها وادخروا الباقي. أحدد النسب المئوية لمدخراتهم بالنسبة إلى المبالغ المتسلمة. هذا سينجز على كراس الرياضيات التمرين عدد 4 صفحة 22. هنا
هناك معطى مهم جدا لا بد أن ننتبه إليه، انظر، يقول بالنسبة إلى المبالغ المتسلمة، مرة أخرى، بالنسبة إلى المبالغ المتسلمة. لما نقول بالنسبة إلى المبالغ المتسلمة يعني أن المبالغ المتسلمة هي الوحدة، هي التي سنمثلها بمئة بالمئة. للوصول إلى النسب المئوية التي تمثل المدخرات سنبحث بطريقة أولى عن ذلك من خلال أولا إيجاد النسبة المئوية لما أنفقوه، ثم بعد أن نبحث عن النسب المئوية لما أنفقوه سنبحث عن ما ادخروه أو عن ما ادخره كل واحد بالطبيعة. نبدأ بضياء. ضياء مرة أخرى هذه إشارة إلى الوحدة، إلى ما نعتقده نحن كوحدة كمقدار أصلي، وهو المقدار الذي تسلمه كل طفل، سأمثله في كل مرة بمئة بمئة. نبدأ بالطفل الأول ضياء. ضياء تسلم 10 دينارات، مثلناها نحن بمئة بالمئة، نريد أن نعرف ما أنفقه وهو 5 دينارات كم يمثل بنسبة مئوية. هنا قبل أن نستنتج الكتابة الناتجة عن هذا الوضع الثلاثي نلاحظ أن 5 ما تمثل، أحسنتم، 5 تمثل نصف العشرة، وبالتالي فالنسبة المئوية الموافقة لها أو الناتجة عنها ستكون نصف المئة، يعني 50%. وحتى نتأكد من ذلك انظر جيدا، 5 في 100 قسمة 10 يساوي 50%. أشير مرة أخرى إلى شيء أشرنا له في الدرس السابق، أننا انطلقنا من وضع ثلاثي ومن خلال قاعدة تقول أن الأول فيما يناسب الثاني يساوي الثاني فيما يناسب الأول. انطلاقا من هذه المعادلة استنتجنا الكتابة التي هي على يساركم، 5 في 100 قسمة 10 يساوي 50%. نمر الآن للثاني، 50%. لكن قبل ذلك، قبل أن تبحثوا أو قبل أن تستعرضوا نتيجة ما يخص أمل ونادر وجرة، عليكم أولا بإيقاف البث وإنجاز ما بقي من الوضعية، ثم تابعوا المشاهدة بعد ذلك لنصلح. نفس الشيء، أمل تسلمت 10 دينارات، مثلناها نحن بمئة بالمئة. 3.2 دينارات سنضعه أين؟ أحسنتم، تحت العشرة. لماذا؟ لأنها مقدار، المقدار تحت المقدار والنسبة تحت النسبة. 3.3 دينارات هي مقدار كال10 دينارات بالضبط، كتبناها تحت العشرة. ثم النسبة الناتجة عن ذلك نتوصل إليها من خلال الكتابة التالية التي سنتجها من الوضع الثلاثي هذا، 3.3 في 100 قسمة 10 يساوي 33%. نفس الشيء نادر، 8 مثلناها بنسبة 100%. 2 دينار هي مقدار نكتبه تحت 8 بالطبع. ما هو نسبة أو ما هي النسبة الراجعة أو العائدة على الدينارين؟ هي التالي. طبعا قبل أن نستعرض النتيجة تلاحظون أن 2 هي ربع 8، ممكن نقول ربع 100 يعني كم؟ أحسنتم، ربع 100 25، بالتالي النتيجة ستكون 25%، وهذا التأكيد لذلك. 2 في 100 يساوي 200 على 8 يساوي 5، 200 يساوي 200 في قسمة 8 يساوي 25%. بالنسبة لدرة 7.5 دينارات هي 100%. سنكتب 3 دينار بالطبيعة تحت 7 لأنها مقدار، وبالتالي المقدار تحت المقدار يعطينا كم؟ نعم، 3 في 100 قسمة 7.5 يساوي 40%. الآن بأن تحصلنا على المقدار أو النسبة التي أنفقها كل واحد، معنى هذا أننا سنأخذها انطلاقا من المئة بالمئة، يعني سأطرحها من المئة بالمئة لأبحث عن ما ادخره كل طفل في صورة نسبة مئوية. لو أخذنا ضياء على سبيل المثال قبل أن نستعرض بقية الحل، 10 مثلناها من البداية بمئة بالمئة، إذا أنفق منها هو 50%، فكم بقي له؟ أحسنتم، 100% إلا 50% يساوي 50%، يعني هو أنفق النصف وترك النصف، بالتالي أنفق 50% وادخر 50%. إذن هذه الطريقة الأولى في بحثنا عن مدخرات كل طفل، ضياء 100% إلا 50% يساوي 50%، أمل 100% إلا 33% فادخرت 67%، نادر 100% إلا 25% يساوي 75%، ذرة 100% إلا 40% يساوي 60%. هذه النسب التي أمامنا سنجدها الآن عن طريق الوضع الثلاثي مثل ما وجدنا
لثقات كل طفل بالضبط. الأطفال ضياء أمل نادر درة، هذه المبالغ التي سلموها أمامكم، ثم هذه المبالغ التي ادخرها كل واحد 5.76 ثم 4.500. بالطبيعة كيف وجدناها؟ وجدناها من خلال طرح ما أنفقه كل طفل من المبلغ الذي تسلمه. دائما سننطلق من أن النسبة المئوية الممثلة للمقدار الأصلي هي 100%، يعني 10 دينارات هذه سأمثلها بالمئة، وسأكتب 5 لأنها مقدار تحت 10. نستنتج من ذلك الكتاب التالي: 5 في 100 قسمة 10 يساوي 50%. أوقف البث، أنجز البقية بسرعة رخ لنصلح. إذا بالنسبة لأمل 10 دينارات مثلناها ب100%، نكتب بالطبع 6.4%، أحسنتم، تحت 10 لأنها مقدار والمقدار تحت المقدار. نستنتج من خلال هذا الكتابة التالي: 6.4% في 100 قسمة 10 يساوي 67%. بالنسبة لنادر، 8 دينارات التي تسلمها نادر مثلناها ب100%. 6 دينارات المبلغ الذي ادخره نكتبه تحت 8 لأنه مقدار والمقدار تحت المقدار. ماذا ينتج عن ذلك كنسبة مئوية؟ نعرفه من خلال الكتابة التالي: أحسنتم، 6 في 100 قسمة 8 يساوي 75%. أخيرا، مبلغ درة الذي تسلمته مثلناه ب100%، إذا 7.5 هي نسبتها 100%. سنضع 4.5 تحت 7.5. نستنتج من ذلك الكتاب التالي: نسبة ما ادخرته درة هو التالي: 4.5 في 100 قسمة 7.5 يساوي 60%. إذن هذه هي الطريقة الثانية. النسب أمامكم: 50%، 67%، 75%، و60%. هذه الطريقة الثانية في بحثنا عن مدخرات كل طفل. نمر الآن للتمرين رقم 5. قرأت أمل كتاب مطالعة يحوي 80 صفحة على امتداد 5 أيام كما يبينه الجدول التالي. نملك ما قرأته إلى حدود اليوم الأول، ما قرأته إلى حدود اليوم الثاني، ما بقي لها إلى حدود اليوم الثالث، ما بقي لها إلى حدود اليوم الرابع. سنبدأ أولا بتعمير الجدول، سنبحث عن فراغات الجدول. لا أتحدث عن النسب هنا، أتحدث عن عدد الصفحات. سأبدأ باليوم الأول، بما أنها قرأت 15 صفحة يعني تبقى لها 65 صفحة، بما أنها في اليوم الثاني قرأت 32 صفحة فقد بقي لها 48 صفحة، أبقت على 29 صفحة إلى حدود اليوم الثالث. معنى هذا أنها إلى حدود هذا اليوم الثالث قرأت 51 صفحة، بقي لها إلى حدود اليوم الرابع 18 صفحة، بمعنى أنها قرأت 62 صفحة. بالطبيعة كل هذه الأعداد التي وجدناها بطرح ما نعرفه من 80 صفحة. طرحنا 80 إلى 15، ثم 80 إلى 32، 80 إلى 29، ثم 80 إلى 18. بما أنه يقول أنها قرأتها في 5 أيام، معناها هي إلى حدود يوم الخامس قرأت 80 صفحة، وبالتالي لم يبقى لها شيء، بقي لها صفر من الصفحات. الآن كل هذه الأعداد سنترجمها إلى نسب. سنبحث أولا عن النسب المئوية للصفحات المقروءة من جملة الصفحات. انظر جيدا، نسبتها المئوية من جملة الصفحات، هذا يعني أن 80 صفحة هي التي ستتخذها كوحدة. نقول هي التي ستتخذها كوحدة هي 100%، يعني في كل مرة سنكتب 80 يقابلها 100%. النسبة الأولى هي 18.75%، تلك هي نسبة الصفحات المقروءة إلى حدود اليوم الأول، هي 80 يقابلها 100%، 15 تحت 80، 15 في 100 قسمة 80 تعطينا النسبة اللي أمامنا 18.75. سنواصل نحن البقية. سنبدأ بما قرأته إلى حدود اليوم الثاني. سننطلق من أن 80 صفحة بطبيعة هذه الأعداد التي وجدناها منذ حين، سننطلق من أن 80 صفحة نسبتها 100%. كتبنا 32 تحت 80 لأنها عدد صفحات، وبالتالي يكتب تحت عدد الصفحات.
هذا الوضع الثلاثي ينتج عنه الكتابة التالي: 32 في 100 قسمة 80 يساوي 40 بالمئة. إلى حدود اليوم الثالث ننطلق من نفس المعادلة: 80 يقابلها 100%. سأكتب الآن 51 تحت 80 نفس الشيء لأنها عدد صفحات. كم ينتج عن ذلك؟ التالي: 51 في 100 قسمة 80 يساوي 63.75%. إلى حدود اليوم الرابع من نفس المنطلق: 80 صفحة يقابلها 100%. 62 صفحة ستكتب تحت بالضبط 80 لأنها عدد صفحات. الكتابة الناتجة عن هذه المعادلة هي التالي: 62 في 100 قسمة 80 يساوي 77.5. أخيرا 80 صفحة بالطبيعة هي كامل صفحات القصة، بالتالي 80 يقابلها 100%. كم يقابل 80 بالطبيعة 100%؟ يعني لأن سنكتب 80 في 100 قسمة 80، لو اختزلنا على 80 مش يعطينا 100%. الآن سنبحث عن عدد صفحات غير المقروءة إلى حدود كل يوم. سنبدأها بالطبيعة بعملية الطرح. مثلا على سبيل المثال 15 صفحة ثبتها 18.75. لو أردت أن أبحث عن النسبة التي بقيت لها دون قراءة سأطرح 18.75 من 100%، لأن 15 من 80 هذا على مستوى الأعداد، على مستوى عدد صفحات، لكن على مستوى النسب سأطرح 18.75 من 100%، لأن 80 صفحة مثلناها بنسبة 100%. بالطبيعة 100% إلا 18.75 يعطينا 81.25 مع البقية. إذن إلى حلول اليوم الأول في الطريقة الأولى 100% إلا 18.75% يساوي 81.25%. إلى حلول اليوم الثاني 100% إلا 40% بقي له، أو بقي لأمل 60% أو 60%. إلى حلول اليوم الثالث نفس الشيء 100% إلا 63.75% يساوي 36.25%. إلى حلول اليوم الرابع طرحنا 77.5% من 100% أعطتنا 22.5%. إلى حدود اليوم الأخير 100% إلا 100% يساوي 0%، يعني أنها أنهت قراءة القصة. هذا بالطريقة الأولى. الطريقة الثانية سنعتمد فيها نفس التمشي السابق، وهو الذي عرضنا له في بداية الحل، يعني لما بحثنا عن عدد الصفحات المقروءة بصورة نسب مئوي. نعتمد التالي: ها هذه الوضعية مجددا، عدد الصفحات غير المقروءة أمامنا، سأحولها أو سأترجمها إلى نسب باعتبار أن ديما 80 صفحة تقابلها 100%. إذن سننطلق ديما من أن 80 نسبتها 100%. 65 تحت 80، لماذا؟ لأنها عدد صفحات، العدد تحت العدد، المقدار تحت المقدار، والنسبة تحت النسبة. هذا ينتج عنه أو نتنتج منه الكتابة التالي: 65 في 100 قسمة 80 يساوي 81.25%. بإمكانكم إيقاف البث وإكمال البقية لنصلح. من نفس المنطلق دائما أمامكم نستنتج الكتابة التالية: 48 في 100 قسمة 80 يساوي 60%. اليوم الثالث 29 في 100 قسمة 80 يساوي 36.25. إلى حدود اليوم الرابع 18 في 100 قسمة 80 يساوي 22.5%. إلى حدود اليوم الأخير بطبيعة 0 من الصفحات، يعني 0 في 100 قسمة 80 يساوي 0%. نمر الآن إلى التمرين الموالي بعد استعراض النتائج أمامكم. التمرين السابع يقول: توصلت أمل من خلال بحث قامت به إلى أن كل موظف يخص جانبا من دخله لإثراء حياته الثقافية، اقتناء جرائد ومجلات وكتب أو مشاهدة عروض سينمائية أو مسرحية. أستعين بالبيانات الواردة بالجدول التالي لحساب النسب المئوية لما ينفقه كل موظف من الموظفين المذكورين في الجانب الثقافي بالنسبة إلى دخله الشهري. أنجز العمل على كراس المحاولات. بإمكانكم بالطبيعة أن تنجزوا على كراساتكم أو على أوراق أو على الكتاب، المهم أهم شيء الإنجاز. سنبدأ كالعادة بإنجاز الجزء الأول من الوضعية والخاص بالدكتورة حنان.
أنتم بعدها مباشرة أوقفوا البث وواصلوا بقية العمل، ثم واصلوا بعدها مشاهدة الحل. يلا، بالطبيعة لو لاحظتم هنا سيقول أننا سنبحث عن المقدار، أو عفوا عن النسبة المئوية لما ينفقه كل موظف في الجانب الثقافي بالنسبة إلى دخله. مهمة جدا هنا لفظ بالنسبة إلى دخله في آخر الجدول في الأسفل، يقول بالنسبة إلى دخله، هذا يعني أن الدخل الشهري لكل موظف سنمثله بنسبة 100%، هذا ما يعنيه بالنسبة إلى دخله. لما نقول بالنسبة إلى دخله يعني أن الدخل هذا سيمثل الوحدة، سيمثل المقدار الأصلي، سيمثل 100%. لنبدأ بالدكتورة حنان. إذن النسبة المئوية لما ينفقه الموظف في الجانب الثقافي، لاحظوا باللون الأحمر كتبت بالنسبة إلى دخله الشهري، يعني أن هذا الدخل الشهري سيمثل لنا 100%. نبدأ بالدكتورة حنان. الدكتورة حنان إذن دخلها الشهري 1530، مثلناها ب 100%. سنبحث عما تنفقه في الجانب الثقافي والمقدر ب 114 دينار فاصل 750. 114 دينار فاصل 150 كتبناها تحت ال 1530 لأنها مقدار، لأنها بالدينار، يعني المقدار تحت المقدار. النسبة الراجعة لذلك نستنتجها من خلال الكتابة التالية. الدكتورة حنان إذن تنفق 114.150 من 1530، 114.150 ضربناها في 100 قسمنا على 1530 أعطتنا 7.8%. الآن بالنسبة للموظف الثاني 1205، هي مش الدكتورة حنان، عفوا هذا الموظف الثاني، أخطأنا بكتابة الدكتورة حنان مرة أخرى، قد تسرب خطأ ومش مشكل، نتحدث هنا عن الموظف الثاني. 1275 يقابلها 100%، 89.250 تحت المقدار، وبالتالي 89.250 ضارب 100 قسمة 1275 يساوي 7%، هذا بالنسبة للموظف الثاني. الموظف الثالث، وقد تسرب خطأ مرة أخرى، سجلناه مرة أخرى بعنوان الدكتورة حنان، لا أنا نتحدث هنا عن الموظف الثالث، هو بالأرقام بالترقيم، يعني عفوا وعذرا إن تسرب هذا الخطأ وهو إعادة ذكر الدكتورة حنان. عودوا إلى الجدول في أعلى، ستجدون الشخصيات الأولى الثانية الثالثة. الموظف الثالث وهو أستاذ على ما أعلم، 720 مثلناها ب 100% اللي هي مدخولها الشهري، وضعنا ما ينفقه في سبيل الجانب الثقافي ب 108 وضعناها تحت 720، اعطتنا الكتابه التاليه 108 في 100 قسمة 720 يساوي 15%. اخيرا الموظف الرابع، كيف كيف ليس الدكتوره حنان، اتحدث عن الموظف الرابع، الدكتوره حنان اعيد كتابتها سهوا فالرجاء المعذره. كيف كيف هذا الموظف يتقاضى 360 دينار، مثلناها ب 100%، ينفق منها 18 دينار في الجانب الثقافي، 18 في 100 قسمة 360 يساوي 5%، لأن هذا بالنسبة للموظف الأخير. شكرا لكم، بارك الله فيكم على المتابعة، إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.